اليوم احنا كجامعه وطنيه للتعليم السلج الديمقراطي نعيد النقابات التعليميه الاربعه يعني في اطار النقابات التعليميه الاكثر تمثيليه تحت الاشراف نتاع رئيس الحكومه عن بعد اللي هو مصطفى اذا وبحضور اعضاء الحكومه اذا تم توقيع محضر اللي كي يسجل اولا مساله نتاع متابعه الحوار الاجتماعي من طرف الحكومه يعني مؤسسه الحوار القطاعي من طرف الحكومه على اساس انه متابعه هذا الاتفاق هذا اللي كان اليوم ومتابعه كذلك المشاكل اللي ممكن باش نطرح مستقبلا وهذا كامل في نظرنا من اجل يعني حل المشاكل نتاع نساء ورجال التعليم وكذلك يعني اكيد هادشي هذا اذا كان اذا تحلت المشاكل هادشي غيكون عنده وقع على التعليم العمومي بلادنا وعلى العمل تاع النساء ورجال التعليم. مع الاسف اننا رغم اننا حققنا واحد العديد من المكاسب في هذا الاتفاق هذا على راسها النظام الاساسي كيف كتعرفوا انه خلق مشاكل كثيره ويعني حصل واحد الاجماع وطني للنساء ورجال التعليم ضد هذا النظام الاساسي تم سحب نتاع النظام الاساسي المقصود وسيتم نسخه بمرسوم بنظام اساسي جديد اللي يعني عالج جل العيوب والامور والشوائب اللي يعني ظهرت في ذاك النظام الاساسي اللي يعني تم الرفض يعني. هذا جانب بالاخر وهو المستوى يعني تحسين الدخل مع الاسف انه هناك فئات يعني رغم انها يعني حصلت على يعني زياده في الاجر ولكن كنا كنطالبوا باش انها يعني يكون عندها كذلك زيادات اخرى على راسها الاساتذه نتاع الابتدائي والاساتذه نتاع الاعدادي والاطر الدعم او الملحق. اذا نتمنى اننا تم تطبيق كل ما تم الاتفاق حوله وانه يعني تدعو المشاكل حتى لا تتراكم كما تراكمت في سنوات. اذا حل المشاكل هو اللي يقدر يجعل ان نساء ورجال التعليم يعملوا في ظروف مواتيه صالح بنات وابناء شعبنا من التعليم الاولي الى التعليم العالي. وشكرا.